مشاهدينا في كل مكان بنتواصل معاكم عبر مساء جديد، واولى فقراتنا اليوم هي لمسة وفاة للراحل المقيم الدكتور ابراهيم دقش. سعيدين جدا ان يكون معنا داخل الاستوديو الاستاذ عبد الرحمن دقش شقيق الراحل والصحفي المحترف. اهلا بك، مساء سعيد عليك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور، بدايه خلينا يعني نتكلم عن الراحل دكتور ابراهيم دقش من خلال مسيرتك معه، وخصوصا انه هو شقيقك وعندكم علاقه رحم بتربطكم وعلاقه اسريه يعني في البيت اذا عايشتوا مع بعض. نعم. كثير من السنين يعني. نعم، الحقيقه اول حاجه الدكتور ابراهيم دقش كان بالنسبه لي انا هو انا اكثر لصيقا له من كل الاسره، كنت قريب له جدا رغم ان الفرق في السن بعيد لكن كنت معه دائما يعني. فهو درسني لغة إنجليزية في المدارس الوسطى، وبعدين تعلمت منه الصحافة بعد دخلت الثانوي، وبعد لما رحت كمان الجامعة برضو ازددت منه علما، وكان هو يعني الذي يضيء لي الطريق في الصحافة والإعلام وغيرها، ويعني حتى أصدقاء وحتى أسرار ومسيرته أكثر واحد. أنا حتى أختنا الدكتورة بختامين نصفه الآخر وزوجته ما عارفة إنه أنا أكثر زول عارف أسرار إبراهيم دقش منذ أن كنت في العاشرة وحتى الآن. فغير التدريس وغير تعليمي للصحافة، أنا بفتكر إنه هو فقد كبير كان ليس للسودان وليس لآل دقش وآل أمين إسماعيل، إنما للسودان عامة ولأفريقيا خاصة. كنت بمشي له في إثيوبيا في أديس أبابا، وكنت عنه حتى في بيتي، وحتى الناس يتحدثون الزملاء، وأخيرهم كان المرحوم سيد أحمد خليفة، قابلته في الأردن فقال لي أنه إبراهيم دقش ده يعتبر عملة نادرة في السودان من حيث صداقته معه ومن حيث حبه للسودان. كان منزله في أديس أبابا زي الفندق، أو قال لي بنسميه عمدة السودان. كل الناس كان بينزل في بيته، وما أذكره عن الحديث عن إبراهيم أنه في ذات يوم من السيد أحمد خليفة قال لي جيت عشان أنزل معه في الغرفة بتاعته، ففتحت غرفتي التي كنت أعتاد أن أجلس إليها فوجدت بداخلها جون جرانك كان يستمع لعثمان حسين. فإبراهيم منزله فعلا، أنا حتى لما أذهب إليه في ذات مرة قابلت وزير الخارجية منصور خالد، هذا كان منزله وليس الفندق. فإبراهيم أنا بفتكر إنه يعني فقد كبير ليس للسودان فقط، وحتى من أديس أبابا سمعت الكثير عنه، الحبشة الأثيوبيين يعرفونه جيدا، وكما ذكرت مرة في إحدى الأعمدة حقتي إنه واحد من الأثيوبيين قال لي نحن في السودان بنعرف ثلاثة أشياء، بنعرف محمد عثمان وردي، غناة النيل الأزرق، إبراهيم دقش. فحتى الأثيوبيين يعني كثيرين الإعجاب به وكذا. فأنا عندما كنت أسمع عنه وأسمع حكاياته فطلبت منه كثير إنه تكون في كتب، فهو ألف كتب باللغة الإنجليزية وباللغة العربية. نعم. عندما كان الناطق الرسمي لمنظمة الوحدة الأفريقية لفترة 25 سنة. هنا لما كنت في أمريكا وأجي في الإجازة كان أول من يزورني في بيتي هو إبراهيم دقش ليسمع مني ولأسمع منه. وقبل شهر قبل وفاته اتصل بي قال لي بعد أخذت الجواز أرجو أن تحضر. والله بهذه الألفاظ يعني كان عاوز يقول لي الكثير. فأنا كم مرة في البيت بتاعه في ود البنا هنا في أمدرمان لقيت صور كثيرة لي علاقاته مع رؤساء الدول الأفريقية وقصصه مع الرؤساء الجمهوريات الكثيرين، وأشهرها معمر القذافي، له حكايات طويلة جدا حكاها لي، وأتمنى أن أقوم بنشرها قريبا إن استطعت، ولم ينشرها. ومع برضو بوميديان الجزائر كان له علاقات كثيرة معه. وحتى الآن أنا أتذكر لما حصلت الوفاة وأنا في أمريكا الرسائل التي وصلتني في العزاء عنه، والله في أناس لا أعرفهم إطلاقا
شيء من استراليا وشيء من نيوزيلندا وشيء من قطر من الامارات اعرف بعضهم ولا اعرف البعض الكثير، واخص بالذكر بالذات الشاعر المحترم الدكتور زين عباس عماره. رسل لي رساله خاصه وعزاء خاص، وكان كثير الكلام، هو دفعته وتعلم معه الابتدائي والوسطى والثانوي والجامعه معا، فكان صديقه. فحتى في الكتاب الذي اصدرته بختامين قبل فتره وانا كنت معها في مصر، لم نستطع ان ننشر كل الذي قيل عن ابراهيم دريس. انا لو وصلتني في امريكا بس اكثر من 120 عزاء، وهنا برضو في الجرائد وفي الصحف يعني كان في كلام كثير، فلم نستطع ان نجمل هذا الكتاب في الكتاب الذي اصدرته بخيتا، وهو يعني اخترنا بعضهم حتى عندما على شمه برضو كان المسؤول الاول عن هذا الكتاب، فاختار بعض الشخصيات وفي بعض الاشياء حتى من الامريكا من الناس الامريكان السودانيين. انا اذكر منهم علي ابراهيم البروف، كان كتب كتابه وورى العلاقه بين ابراهيم دقش والشيوعيين. الشيوعيين يحسبون ان ابراهيم شيوعي، انا اقسم بانه ابراهيم ليس شيوعيا ولا حزبيا، مستقلا تاما. حتى الشيوعيين كان في اديس ابابا منزله كان هو الامن بتاع الشيوعيين وحق الاخوان المسلمين وحق الذين هربوا من السودان لسبب من الاسباب، فكانوا في منزله. طيب يا دكتور عبد الرحمن، يعني انت ودكتور ابراهيم دقش تلاقيتوا في الكتابه الصحفيه. نعم. فكلمنا عن دكتور ابراهيم دقش الكاتب الصحفي. نعم، ابراهيم دقش كتابته الصحفيه الغريبه دائما يعني بيكون زي ما بقول، هو بيقول لي I hit the head of the nail، دائما بيضرب الوتر بتاع المشاكل اللي كانت في السودان اكثر حاجه والوصول الى حلها. يعني كثير من المشاكل غردت عنه، انا عموده كان بصني يومي والله، واخر عمود له طبعا كان في جريده السياسي لاخونا العزيز الهند عز الدين، فكانت هي عابر سبيل. وعابر سبيل هذا عمود قديم جدا، يعني ابراهيم منذ ان كنت في الثانية ومشيت الجامعه كنت بقرا عابر سبيل له، وقبلها كان عنده هوامش بقلم الرصاص، فكانت دي صفحه كامله في جريده الخرطوم اتذكر، هي في جريده الخرطوم كانت. فيعني كتاباته كانت انا بعتبرها والله انا تعلمت منه، وطبعا لن اصل الى مستواه مدى الحياه، لانه بعتبر عنده ميزه مميزه انه علما وادبا، وطبعا هو اخذ الدكتوراه بتاعته من انجلترا دي اولا في الاعلام والصحافه، فكتاباته دائما الاعمده بتاعته دائما بتكون في الوتر الحساس في السودان. نعم. لما قامت ثوره ديسمبر انا في امريكا كنت بتكلم معه بالتليفون كثير، يعني كان عنده اشياء كثيره عن الثوره وغيره وغيره وغيره، فكتب برضه وانا وصلتني يعني، وحتى اتذكر طلب مني سفير السودان في واشنطن طلب مني عدد معين رسلته ليه والله. فكتاباته انا بفتكر كانت مميزه شديد، انا ما بصل الى مستوى ده مهما كتب، لكن استفدت منه كثيرا. نعم، طبعا الحديث عن الراحل دكتور ابراهيم دقش بيطول، لكن احنا خلينا نمشي مع بعض محطه خارجيه لتأبين اقيم في ام درمان. نعم. في الملازمين بمنتدى ابناء ام درمان، نشاهد ونجري راجعين نواصل. نعم، دي كانت لمسه وفاه يا دكتور من منتدى ابناء ام درمان من الملازمين للراحل المقيم، كمان لا يعرف الفضل من الناس الا زووه، وانت واحد من الناس كتبت في عمودك كل الزوايا في صحيفه الانتباه رحل اعز الناس الصحفي المتمرس ابراهيم دقش. العمود بتاعك كان ما بين الشكر للبعض واللوم للبعض، نتكلم عن دوافع الكتابه وخاصه انه الراحل ابراهيم دقش يعني كان عنده دور كبير جدا في الربط بين الدول الافريقيه ويعرفه جميع. نعم. رؤساء افريقيا. صح صح، وفعلا انا
كنت اطلب من احمد يوسف التاير رئيس التحرير انذاك قبل ما يستقيل، قلت له بالله يوم 22/6 بالذات يكون عامين، لكن الصبغني العمود عجبه. وبعدين لي الاعلان في الصفحه الاخيره استاذن مني قال لي انا عملته في السادسه. نعم. قلت له مغرو يعني برضه. بعدين انا لانه الاهرام اليوم وقفت تقريبا ما نشرته فيها، لكن فعلا يعني والله كتبته في خلال دقائق بس، يعني لانه بيني وبين ابراهيم كان كثير، حتى من ضمن الاشياء بنته رانيا اللي هي في امريكا في نيويورك في المنظمه الدوليه الامم المتحده الدوليه. فلما مات قال لي انا داير منك حاجه واحده بس، هي بتحبه جدا وهو بحبها جدا، قلت له بس الذكريات القديمه كلها تكتبها لنا وترسلها لي. والله بدون ما اشعر في خليت كتابات الجرايد يومين ثلاثة يوم عملت لها 20 عمود، 20 ما عمود، أكثر من عمود، فرسلت عليها وحكيت لهم أدق الأسرار. حسنا يمكن أكون ما متذكر الكثير منها، لكن كنت في ذلك الوقت كنت طبعا أول حاجة الألم كان كبير والوجع كان أكبر ومتأثر كثير، لأنه في نفس الأيام يعني قبل في الأسبوع الأول بوفاته، فكتبت لها الكثير جدا وأرسلت لها وقالت لي ده ما بنشرانا الا بعد، ورسلته لاخوانه كلهم لهيثم ولوايل ولسماح في لندن. ف يعني حتى في الحياه ذكرتها لهم، انا حتى كنت صغير لما كنت بمشي معاهم كثير، هو زين عباس عماره بمشي معاهم كثير، الوقت ده كان الابتدائي ما دخلته صغير كنت، فبتذكرت عنه. وبعدين لما كبرت حتى لما جيت هنا وبيجي في جلسة الثانية بيجوا في الخرطوم قبل ما يتزوج، أول يوم بت معه في بيته في كان بيسمونها الخرطوم ورد الخرطوم، كان حسي ما في تخيل عزابة كده كانوا ساكنين، فقال لي أمشي أضرب التلفون ده لبخي تامين. أنا بخي تامين ما شفته ولا يعني. أول تلفون ضربته له لقيت صاحي الساعة 7:30 كده ومشيت كلمته. فيعني زي ما قلت لك الأسرار الكثيرة جدا كنت عارف عنه وهو عارف عني الكثير برضه. له الرحمة والمغفرة بالتأكيد دكتور إبراهيم دقش، يعني مسيرة حافلة من العطاء، ربنا يرحمه ونورتنا كثير. آمين يا رب. شكرا لك دكتور عبد الرحمن دقش، نورتنا كثير في استديوهات المساجد. بارك الله فيك. مشاهدينا فاصل خليكم قراب.